نعواني مع هاد الموس، تيخلعني الموس، نتضرب بالموس ونصدق في المشاكل. تديري الموس هذا، الموس حاولي شوفي شوفي الموس، تديري ليه انتيا هكا وتديري ليه هكا جاي عندك، حاولي الموس شوفي الموس ديري ليه هكا يمشي لهاد الجهه، باش الا مشى يمشي لك لهاد الجهه اللي ما خفتيش يضرب لك صباعك. ها شتي، حاولي ديري ليه هكا باش يمشي لديك الجهه، باش الا هرب لك الموس ما يقطع لك صباعك. ملحه مشليحه. شنو هي هذيك؟ مليحه ما تكتريش. صافي راه تقطع راه ليا مول الهرنونيه. شكون هي مول الهرنونيه؟ هذيك ديري الزيتون وديني والزيتون وطور تنين وهذا البلد الامين. برافو عليك. يلا سيري. وليتي انت هي الارنب؟ اه علاش؟ شفتك عاطيه قتل الخزو. ولا ماما بعد ما طاب الغداء ديالنا ها هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. هاش ليضة هاش ليضة لا قد الحال، متتبعين ديالنا غدا والله الا حصل لي قربت هذاك الشيء عندها شويه، ولكن الاكثريه هي اللي دارتو. ها هو الخبز وشريضة ومريقة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال بنتي حفصة، وتنتمنى ان شاء الله المتتبعين ديالها يشجعوها ان شاء الله يا ربي. جزاكم الله خيرا فضلا ليس امرا، لكي تتابعها من قريب او من بعيد الله يجازيكم بخير. وها هي حفصة حداكم وشفتوا المعاناة ديالها، وحفصة القناة ديالها تستحق تطلع، وتنتمنى ان شاء الله منكم المتتبعين تطلعوا القناة ديال حفصة ان شاء الله يا رب. غادي نصايبو الغدا ديالنا خزو، تيجيني صعيب، غادي نقطعو هكا دويورات. اش غتحتاجي في هاد الغديوة ديالك اللي بغيتي ديري انت ومامك؟ اش كاين عندك تم؟ كاين خزو. كاينه البطاطا. كاينه البصله. واش اخر؟ والحيمه. الربيع والتوابل. يلا بسم الله على بركه الله. هالمس يلا قطع البصله باش نرد الكوك وتشحر. قطعها هاد الورد حتى يجيك هكا صعيب تقطعها هكا على طول. نعواني مع هاد الموس، تيخلعني الموس، نتضرب بالموس ونصدق في المشاكل. يلا سير يلا يلا، راه اليوم اللي انتي اللي بغيتي تصايبي لينا الغدا. صافي وصلتي؟ مشيت تحلي غادا خوتي؟ غادا رجع من المدرسة. ايوا الله سيربي راه 11 هادي، راه مشى الحال. هزاتك اللي قطعتيها ديريها في الكوكوت، هذيك اللي تقطعت ديريها في الكوكوت باش تلقاي البلاصة فين ديري الخر. فين تقطعي تاني الخر؟ صافي واخا تكون غليظة راه البصلة دغيا كطيب. صافي ورا بنتي تبقاي لينا حتى الجوج بغاو يرجعوا الدراري للمدرسة. اما حنايا اللي غاديين للمدرسة ديال القرآن. ايوا خاصك تسربي.
كل اللي قال لك تقطعي خي الزيت ويورط باش يجيك سهل. راسي راسك؟ ايه ماشي انا اللي قلت لك قطعيها هكا راه تجيك. انت هي اللي قلتيها ليا. يلا فين وصلتي؟ قليلة هذيك البصلة كاع. ما قليلة والو. هرسي. يلا سيري. وليتي انت هي الأرنب؟ اه. علاش؟ شفتك عاطية قتلة الخيزو. ولا ماما؟ عجبني حين تحلو كليت شوية ديال الخيزو. أنا ما تنحملوش إلا ما طيبش. قطعي دابا خيزو. قطعي حتى هو دغدغة. يلا يلا. واخا يكون عشي صغير شي كبير ما عندها مشكل. غنسدو عليه في الكوكوت تحطيه يطيبو وناكلوه. المهم الأهم هو حفصة تعلم. يلا برافو عليك. وري الموسى عندك. راه تديري تاني ديك كبير بزاف. ندير ليه تاني هاه؟ لا لا خاصك يكون كلشي دغيا وراك، ما ديري اللي هما هكا. راني نشوف راني نقطعها لك. عريها ليا باش ما تضربش صباعك. صافي غير قطعي هذيك وحاولي تقطعيهم هكا مقادين ومدورين، ما يكونش كبير شي صغير. صافي ديريها في الكوب. يلا يا ويوا مش الحال انا غدا راح نحصل. يلا بركة من خيزو اللي بقى عطيه للأرنب، راه دروج ليه مسكين. عطينا خيزو ديالي. يلا كملتي؟ يلا كي ديري الحيمة وديري شوية الزيت نردوه يتحر شوية ونربيه. نجيب لك الزيت. نخاف لا يضربني الموس. يلا يلا راه تديري الموس هاه. الموس حاولي شوفي الموس تديري ليه انتيا هكا وتديري ليه هكا جاي عندك. حاولي الموس شوفي الموس ديري ليه هاك يمشي لهاد الجهه باش الا مشى يمشي لك لهاد الجهه اللي ما خفتيش يضرب لك صباعك. ها شتي حاولي ديري ليه هكا باش يمشي لك الجهه باش الا هرب لك الموس ما يقطع لك صباعك. شوفي هادو اللي قطعت انا ها قطعتهم مقادين وما قطعت يديا ما والو. ما تحاوليش تمشي لعند صباعك بالموس. يلا قطعي كمليها في التقطاع. يلا هاي برافو 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 غير نحسن نعطيك الزيت باش سميتو الغدا يتحرى مشى الحال باش ندوزو للعجينة اللي كنقصوها. لا يا ربي واش امي ما غادي يدير فين؟ تعال خذ راسك سي وقت الغدا هادي باقي ما غادي يدير فين. يلا حصل عطي لامك ما تاكلي غلبات الريك تحت يدان بيا ولا بيك. صافي راه كاين غير هادي اللي بغيتي تقطعي اللي اجات كاين غير شفيه ونشفيك الطاجين المرقه. يلا هاري لي الطومه ها هي فرك بسم الله على بركة الله.
العطريفات؟ لا بلاتي باقي شي حاجه. هاكي هاكي ديري العطريه. اشنو هو اشنو هي هادي؟ البزار. يلا ديري شويه ديال البزار، ما تكثريش البزار، حطي نص، ديري شويه، هزي شويه في المعلقه، قلبي المعلقه. سير ما هزيتي والو، بركة غير هذاك الشيء اللي هزيت. غير زيدي شويه، راه ما هزيتي والو في المعلقه، ما هزيتي والو. صافي سير، غير هادي. وهذا شنو هو؟ سكن كبير. هزي الزيت هو شويه، ما تعمرش المعلقه بزاف ولكن سير. وهذا شنو هو؟ خرقوم. سير ملحه مشليحه. شنو هي هذيك؟ مليحه، ما تكثريش. كثرت؟ لا صافي ديري هذيك بركه. هاك الزيت، الزيت خلط شويه ديال الروميه والبلديه، ولكن ما تخويهاش كلشي راه كثيره، خوي النص. زيد 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 زيدي حتى نقول لك بركة، زيدي شوية صافي. صافي يلا سيري ديها فوق البطاشة عليها يلا. صافي يلا قديها فوق، قديها. شعلت عليها؟ نوريكم الشكل النهائي. ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش تعليق زوينين. بعد ما طابت المريقة ديالنا شوية غادي نديرو البطاطا والزيتون. يلا حلي عليكم، حلي لا عطا تسدي دور. ها هكا سير 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 سير، برافو عليك لالا حفصة. يلا حيدي دابا الغطا، خلي لينا المريقة ديالك كي جات زوينه. يلا ديري البطاطا وديري الزيتون. سيري خويا، بسم الله على بركة الله، بسم الله. ديري الزيتون. والتين والزيتون وطور تنين وهذا البلد الامين. برافو عليك. يلا سدي على الكوكوت ديالك باش يطيب الزيتون والبطاطا. يلا سير سدي لهاد الجي صعيبة. سير هاك البطا وهاك الصفاره ديالها، نشعلوا ليها دروكا غير شويه العافيه مهيله. هاك الصفاره، ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنساوش تعاليق زوينين. ها هي المريقه ديالنا راه طفيت عليها. يلا وريني المريقه ديالك كي جات، واش زوينه ولا خايبه؟
جات زوينه. يعطيك الصحة. بعد ما طاب الغداء ديالنا ها هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم. ان شاء الله. ها هو الخبز، ها المريقة، ها شليضة، شليضة على قد الحال. المتتبعين ديالنا الغداء والله الا حصل لي قربت هذاك الشيء عاودها شوية، ولكن الأكثرية هي اللي دارته. وها هو الخبز، ها هو الخبز وشليضة وشليضة ومريقة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال بنتي حفصة، وتنتمنى ان شاء الله المتتبعين ديالها يشجعوها ان شاء الله يا ربي. جزاكم الله خيرا فضلا ليس امرا، لكي يتابعها من قريب او من بعيد الله يجزيكم بخير. وها هي حفصة حداكم، وشفتوا المعاناة ديالها، وحفصة القناة ديالها تستحق تطلع. وتنتمنى ان شاء الله منكم المتتبعين تطلعوا على القناه ديال لاله حفصة ان شاء الله يا رب. الله يعاونكم، ديروا جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش تعاليق زوينين. شكرا لكم المتتبعين ديالي العزاز، بسلامه عليكم، انتظرونا في فيديو جديد.